ان شاء الله النهارده هنتكلم عن ليسون 5 اللي هو جرافينج تريجونومتريك فانكشن. هنعمل جراف للساين والكوساين فانكشن. هنا بيقول لي اف اوف سيتا ايكوال ساين سيتا، وعايزين نرسم الفانكشن دي، فبنحط هنا السيتا وهنا الاف اوف سيتا. هنحط سبيشال انجلز، نحط مثلا زي 0 وباي اوفر 2، ونحط باي و 3 باي اوفر 2 و 2 باي، ونشوف الريزلت. اف اوف 0 اللي هي ساين 0 هتطلع 0، ساين باي اوفر 2 اللي هي ساين 91، ساين باي ب 0 برضو، ساين 3 باي اوفر 2 اللي هي 270 تطلع نيجاتيف 1، ساين 2 باي ساين 360 تطلع ب 0. هنا عندنا التو اكسس، الاكس اكسس والواي اكسس. هنا عندنا الزيرو 0 وهنا الباي اوفر 2 وهنا الباي وهنا 3 باي اوفر 2 وهنا التو باي. اول حاجة الزيرو طلعت مع الزيرو، طبعا هنا عندنا الوان وهنا هنحط نيجاتيف وان. الزيرو مع الزيرو، الباي اوفر تو طلعت مع الوان، بعد كده الباي مع الزيرو، ثري باي اوفر تو تطلع مع نيجاتيف وان، والاخيرة خالص طلعت مع الزيرو. وهنرسم كيرف كده اللي هو بتاع الساين فانكشن. هو ده الكيرف بتاع الساين فانكشن. طبعا هنا السيتا احنا ممكن نحط اي ارقام، سواء ممكن نحط ارقام عاديه، ما هو 2 باي ده عباره عن 360، ممكن نحط 1 مليون، ممكن نحط نيجاتيف 2 مليون. في حاجه اسمها الدومين وحاجه اسمها الرينج. الدومين اللي هي الارقام اللي هنحطها هنا، طبعا ممكن نحط ارقام لغايه ايه انفينيتي، تمام كده. طب هنا الريزلت كل مره اللي هو الواي، الواي ده بسميه الرينج بتاعك، بتلاقي لغايه كام. فهنا اكبر رقم طلعت له اللي هو ال1، واصغر رقم طلعت له نزلت له اللي هو نيجاتيف 1. فالدومين يعني الارقام اللي انا اعوض بيها في الاكس، فالدومين كل الارقام، فبنقول عليها من نيجاتيف انفينيتي لغايه البوزيتيف انفينيتي. طب الماكسيموم فاليو، اكبر رقم طلع عندنا، اكبر رقم عندنا اللي هو ال1 اللي هي لما طلعت فوق الفاليو بتاعتها طلعت 1. طب المينيموم فاليو اللي هو اصغر رقم اللي هو هنا عند النيجاتيف 1، او اصغر رقم هنا اللي هو نيجاتيف 1. وفي حاجه بعد كده، يبقى احنا كده عرفنا الماكسيمم ال1 والمينيمم نيجاتيف 1. الرينج ده من اهم الحاجات، من كام لكام طلع اكبر حاجه 1 واصغر حاجه نيجاتيف 1. يبقى الرينج ده 1 كلوزد انترفال من نيجاتيف 1 لغايه ال1. في حاجه الفانكشن دي بيريوديك، كلمه بيريوديك يعني بتكرر نفسها. يعني هنا الفانكشن من اول ما بدات لغايه ما كملت 1 سيركل او 1 روتيشن طلعت كام؟ طلعت 2 باي، ودي ليها قانون هنقوله بعد شوية. هناخد اكزامبل بيقول الواي ايكوال 2 ساين سيتا، وقال السيتا من الزيرو لغاية 2 باي. طبعا عشان نرسمها هنحط برضو الارقام اللي عندنا 0 باي اوفر 2 باي و 3 باي اوفر 2 وهنا 2 باي، لان هي من بداية الزيرو لغاية 2 باي. اول حاجة طبعا ساين 0 هتطلع ب 0 تايم 2 تطلع ب 0، ساين باي اوفر 2 1 تايم 2 تطلع ب 2، هنا ساين الباي ب 0 تايم تطلع 0، ساين 3 باي اوفر 2 تطلع نيجاتيف 1 تايم 2 هتطلع نيجاتيف 2، ساين 2 باي ب 0 تايم 2 تطلع ب 0. يبقى هنا عندنا ادي الاي التيبل بتاعنا. طبعا احنا عاوزين نجيب الماكسيموم فاليو، اكبر رقم هنا طلع 2، المينيموم فاليو نيجاتيف 2، الرينج من الصغير للكبير من النيجاتيف 2 لغاية التو كلوزد انترفال. البريود بتاعتها اللي هي مشيت كلها اللي هي كام؟ اللي هي التو باي بتاعتها، تمام كده. طب بالنسبة ممكن نجيب الكلام ده من هنا، انا هنا عندي اكبر رقم واصغر رقم للساين اللي هو ال1 بعمله تايم 2، يبقى الرينج الماكسيموم هيطلع 2. ببص الكوفيشنت بتاع الساين، والمينيموم برضه هيبقى بدل 2 يبقى نيجاتيف 2، والرينج من النيجاتيف 2 لغاية التو، تمام كده. طب بالنسبة للبريود ليه قانون؟ انا هنا عندي الساين سيتا، الكوفيشنت بتاع السيتا هنا في 1، ففي قانون بعمل له 2 باي اوفر الكوفيشنت بتاع السيتا اللي هو ابسوليوت، الرقم اللي هنا ابسوليوت ال1، وهتطلع 2 باي اللي احنا طلعناه هنا. لو عاوزين نرسمها، ادي هنا عندي الاكس وادي الواي، وهنا الاكس داش وتحت الواي داش. عندنا الارقام بتاعتنا 0 وباي اوفر 2 وهنا 0 سوري وهنا باي 3 باي اوفر 2 وهنا 2 باي بتاعتنا، هنا عندنا 1 وهنا عندنا 2. المره دي هنا عشان الرينج
والماكسيموم 2. طب نطلع المرة دي في الرسم هنا في 2 وفي تحت في الرسم في نيجاتيف 1 وفي نيجاتيف 2. الزيرو مع الزيرو، الباي اوفر 2 هيطلع مع ال 2، الباي مع الزيرو 3 باي اوفر 2 طلعت نيجاتيف 2، وال 2 باي الأخيرة طلعت 0 من التيبل اللي احنا عاملينه. ونرسم الكيرف بتاعنا كده، يبقى احنا كده رسمنا الفانكشن اللي هي 2 ساين ثيتا. عايزين نجيب الماكسيمم اللي هو 2 او من الرسم هنا 2، المينيمم نيجاتيف 2 اللي هو نيجاتيف 2. عايزين نجيب الرينج، يبقى من النيجاتيف 2 لغايه ال 2 كلوز انترفال. عايزين نجيب البيريود، فالقانون بتاعها عشان نجيب البيريود، يعني البيريود يعني من بدايه الايه الفيرست روتيشن لغايه من اول الكيرف لغايه نهايه الكيرف. تمام كده، يبقى 2 باي اوفر كوفيشنت بتاع الثيتا الابسولوت بتاع 1 هتطلع 2 باي، وفعلا من اول هنا لغايه هنا 2 باي. هنعمل جراف اف او ثيتا ايكوال كوساين ثيتا. احنا رسمنا من شويه الساين، هنرسم الكوساين في الانترفال من 0 ل 2 باي. هن برضو ادي الثيتا وادي الاف او ثيتا اللي هي الكوساين ثيتا، ونحط هنا 0 باي اوفر 2 وباي و3 باي اوفر 2 و2 باي. طبعا هنا كوساين 0 بيطلع 1، كوساين باي اوفر 2 ل 9 يطلع ب 0، كوساين باي هيطلع نيجاتيف 1، كوساين 3 باي اوفر 2 اللي هو 270 يطلع ب 0، كوساين ال 2 باي هيطلع ايكوال 1. طبعا الكلام ده ممكن نجيبه بالكالكوليتر. ادي هنا عندنا ادي كده دي 0، وهنا باي اوفر 2 ادي الباي، 3 باي اوفر 2 هنا ال 2 باي، طبعا هنا اكبر رقم 1 وهنا نيجاتيف 1. اول حاجة الزيرو مع الوان، يبقى هنا في الكوساين بنبتدي من الواي اكسس، لكن في الساين كنا بنبتدي من الاورجين. الباي اوفر 2 مع الزيرو، الباي نيجاتيف 1 ننزل هنا نيجاتيف 1. اللي بعد كده طلعت مع الزيرو، والاخيرة خالص طلعت مع الوان. فالرسمة بتاعت الكوساين بتبقى الكيرف نازل كده. طبعا انت معاك التاب، ممكن تكتبها على التاب يديك الرسمة على طول. تمام كده، يبقى احنا كده رسمنا الكوساين، والكوساين قلنا الساين كانت بتبتدي من اورجين، لكن الكوساين ابتدت منين؟ من الواي اكسس. الدومين زي اللي فات، يعني الدومين يعني الارقام اللي احطها للثيتا، ممكن احط اي ارقام للثيتا. فالدومين من نيجاتيف انفينيتي لغايه البوزيتيف انفينيتي اوبن انترفال. الرينج اكبر رقم واصغر رقم من الرسم او من هنا، يبقى الرينج من اول النيجاتيف 1 كلوز لغايه ال 1. الماكسيمم اكبر رقم اللي هو ال 1، المينيمم اللي هو نيجاتيف 1، البيريود هنا البيريود القانون بتاعه اللي هو 2 باي اوفر الابسوليوت بتاع البي. طبعا هنا البي هنا الكوفيشنت هنا 1 يبقى اوفر ال 1، وتطلع البيريود يعني بتكرر نفسها 2 باي. طب ازاي 2 باي؟ من اول ما ابتدينا هنا لغايه ما انتهينا دي كلها من اول هنا لهنا 2 باي. طبعا دي كانها نص الكيرف، وده النص التاني بيكملوا سيركل كامله او كيرف كامل. ملخص الكلام اللي قلناه، لو عندي الواي ايكوال ساين بي ثيتا او اي كوساين بي ثيتا، لو عاوز اجيب الرينج فقلنا الرينج بناخد الكوفيشنت بتاع الساين اللي هو لو هنا مفيش حاجه يبقى من نيجاتيف 1 ل 1. طب هنا ايه وهنا ايه؟ نفس النظام، الاثنين نفس الحل، هتطلع من نيجاتيف اي لغايه الاي. ليه الكلام ده؟ لان الساين اكبر رقم فيها الاي 1 تايم الاي هيطلع اي، او نيجاتيف المينيمم نيجاتيف 1 تايم الاي تطلع نيجاتيف اي. ونفس هنا بقى بالنسبه للبيريود، البيريود قلنا ليه قانون اللي هو 2 باي اوفر الابسوليوت بتاع البي، يعني لو البي ده هو رقم نيجاتيف نحطه هنا بوزيتيف. تمام كده، نيجي اللي بعد كده بيقول لي اف اوف اكس ايكوال 3 ساين ثيتا. ده اكزامبل الرينج، طبعا احنا عارفين ده من نيجاتيف 1 ل 1، بس هنا في 3 يبقى الرينج من اول النيجاتيف 3 لغايه ال 3، وده الماكس وده الميني. طبعا انا عايز اجيب البيريود، البيريود اللي هو 2 باي اوفر الابسوليوت بتاع ده اللي هو 5، تطلع 2 باي اوفر ابسوليوت اللي هو الكوفيشن بتاع الانجل، تطلع 2 باي اوفر 5. هنا هنخش على طول على اكسرسايز 11 اللي هو بيتكلم عن جرافينج تريك فانكشن. بيقول الرينج للاف اوف ثيتا ايكوال ساين ثيتا. طبعا الرينج قلنا بناخد الكوفيشنت اللي هنا اللي هو هيبتدي من كام؟ هيبتدي من ال 1 والنيجاتيف 1. يبقى الاجابه بتاعتنا من نيجاتيف 1 ل 1 والاثنين كلوزد اللي هي لتر بي. يبقى هنا عندي f of theta equal sin theta علشان اجيب الرينج اللي هو الكوفيشنت بتاعه الساين او الكوساين اللي هنا اللي هو هنا كام؟ 1. السؤال اللي بعد كده
بيقول لي اف اوف سيتا ايكوال كوساين 5 سيتا، عاوز اجيب الرينج طبعا الكوفيشنت اللي هو اللي بره اللي هو ال 1، يبقى هتبقى برضو من نيجاتيف 1 لغايه 1 كلوز انترفال اللي هي برضو لتر بي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي الماكسيمم فاليو للجي اوف سيتا، اكبر رقم ليها اللي هو الكوفيشنت دون، فيا اما 4 او نيجاتيف 4 الماكسيمم، هيطلع طبعا اللي هو بوزيتيف 4، الاجابه لتر اي. السؤال اللي بعد كده قال المينيمم فاليو برضو 5 كوساين 7 سيتا، عشان اجيب المينيمم او الماكسيمم فباخد الاي كوفيشنت بتاع الساين او الكوساين، المينيمم بناخده بالنيجاتيف، يبقى هنا كانت 5 يبقى الاجابه نيجاتيف 5 اللي هي لتر سي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عندي اف اوف سيتا ايكوال تو ساين 4 سيتا، عاوز اجيب البريود البريودك فانكشن، عاوز اجيب البريود بتاعتها. احنا قلنا البريود ليه قانون اللي هو عبارة عن 2 باي اوفر الابسوليوت بتاع البي اللي هي الفور، طبعا ديفايد 2 فيها 1 ديفايد 2 فيها 2، يبقى الاجابة في الاخر تطلع باي اوفر 2 اللي هي الاجابة لتر سي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر ريبريزنت وان اوف سايكل اوف تريج فانكشن الواي ايكوال اف اوف اكس، هنا عايزين نجيب الرول بتاع الفانكشن. طبعا نبص هنا بدينا هنا من الزيرو يبقى دي على طول الساين، طب نشوف هنا الرينج هنا 2 يبقى هي اساسا 2 ساين، واخرها هنا الباي. طبعا هنا عندي البيريود بتاع هنا الفانكشن هنا اللي هو المفروض الباي، فانا عندي الباي ده عباره عن 2 باي اوفر الابسوليوت بتاع الكوفيشنت اوف سيتا، يبقى هنا عشان اجيب الابسوليوت بتاع الباي او البي سوري هعمل ده تايم ده ديفايد ده هيطلع 2، يبقى هي اصلها الرينج هيطلع ب 2 وهي قلنا هي ساين، وهنا الكوفيشنت بتاع سيتا يبقى 2 سيتا اللي هو الاجابه لتر سي، يبقى الواي ايكوال 2 ساين 2 سي 2 اكس او 2 سيتا. السؤال اللي بعد كده برضه بيقول لي الاوبوزيت فيجر ريبريزنت كيرف اوف تريك فانكشن واي ايكوال اف اوف اكس، وعاوز اجيب الرول بتاعتها. طبعا احنا مدينا من فوق هنا، يبقى دي اول حاجه هي كوساين الفانكشن سواء كوساين فانك سيتا او كوساين اكس، هنا عندنا اكبر رقم طبعا ده 2 فده اللي في النص، يبقى هنا 1، يبقى الرينج هنا نبتدي من 1 هنيجي للبريد بتاعتها من اول هنا لغايه هنا 2 باي، يبقى انا عندي المفروض 2 باي ايكوال 2 باي اوفر البي، منها البي هتطلع ب 1 يعني هنا الكوفيشنت تطلع ب 1، يبقى في الاخر الاجابه الواي ايكوال كوساين سيتا اللي هي لتر بي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي عايز اجيب الماكسيمم فاليو والمينيمم فاليو، كمان اجيب الرينج. طبعا هنا الماكسيمم هيطلع هاف والمينيمم نيجاتيف هاف والرينج من كلوز انترفال من نيجاتيف هاف لهاف. السؤال اللي بعد كده الماكسيمم 1 اوفر 3 المينيمم نيجاتيف 1 اوفر 3 الرينج كلوز انترفال من نيجاتيف 1 اوفر 3 لغايه 1 اوفر 3، اخر واحده الماكسيمم 2 والمينيمم نيجاتيف 2 والرينج من نيجاتيف 2 كلوز انترفال لغايه 2. وبعد كده الرسم كده اعتقد ايه ما فيهوش مشكله، هنا عايزين نرسم حاجه زي كده، يقول لي الواي ايكوال 4 وهنا عندي كوساين سيتا والانترفال من 0 ل 2 باي، يبقى انا هنا لو عندي هي كانت 4 يبقى هنطلع هنا من ال 4، وطبعا دي بتاعت الكوساين، يبقى هنا عندنا الرقم اللي هنا دي كانت هنا دي باي اوفر 2، وهنا عندنا الباي، وهنا عندنا 3 باي اوفر 2، وهنا 2 باي، طبعا هنا هي 4 كوساين يبقى من هنا 4، وهنا النيجاتيف 4، بنبتدي كده بننزل كده ونطلع من هنا، بيبقى هنا عندي الباي اوفر 2 بتبقى 0 و 3 باي اوفر 2 0، كده رسمنا الكوساين زي الرسمه اللي فاتت بس هنا عشان 4، يبقى الرينج من اول 4 لغايه نيجاتيف 4. المساله الثانيه عايز ارسم 4 ساين سيتا، برضو هنا عندي 2 اكسس كده، ادي ده ال 4 وادي النيجاتيف 4، الساين ببتدي من الزيرو تمام كده، وعندي الارقام بتاعتي 0 وباي اوفر 2 وباي و 3 باي اوفر 2 و 2 باي، بتطلع كده الرسمه لغايه ال 4 وانزل كده على الباي في النص واطلع كده تاني، كده خلصت.
السؤال اللي بعد كده بيقول لي 2 minus sin x over 3 equal m، وهو عاوز يجيب ال m included between mean و mean. طبعا هنا انا من الحاجات المهمة اللي انا لازم اكون عارفها، بمسك ال sin x وحدها، فانا هنا عند ال sin x انا عارف ان هي موجودة included between عشان ال interval بتاعتها من اول ال negative 1 لغاية ال 1. هنا اللي موجود عندي negative sin theta، يبقى هنعملها time negative 1، ولما بنعمل time negative ال interval فال interval relation دي بتتعكس، يبقى هنا positive 1 وهنا negative 1. بعد كده هو عايزها 2 minus sin، يبقى انا بقلد الكلام اللي هنا، هنعمل هنا عشان يبقى 2 minus يبقى زودت هنا 2، هزود هنا 2، هزود هنا 2، يبقى هنا 1 هزود عليها 2 تطلع 3، وتبقى دي زودنا 2 يبقى هنا 2 minus sin theta minus sin x، ودي هتزود 2 تطلع 1. بعد كده عمل divided by 3، يبقى هنعمل هنا divided 3 divided 3 divided 3، يبقى هنا 1، ودي كلها هتطلع زي ما هي 2 minus sin x over 3، ودي 1 over 3. وهو اداني في المسألة ان ده كله هو عبارة عن ال m، يبقى كده ال m included between closed interval 1 1 over 3. طبعا تاني الفكرة بتاعتها، هو انا عارف ان ال m اللي sin x او sin theta او cosine theta included between الزيرو اللي negative 1 وال 1 اللي هو الرينج بتاعه، فبنكتب الساين. طب هنا دي كانت negative sin، يبقى هنعمل time negative 1 في كل دول، العلامة هنا تتعكس. بعد كده قال لي 2 minus، يبقى بعد ما جبنا الكلام ده كلمة 2 minus يبقى هزود 2 هنا، زود 2 هنا، وزود 2 هنا، دي نزلت كده 2 1 3 ونيجاتيف 1 و 2 تطلع 1. وبعد كده قال هو عملها ديفايد 3، هعمل زي ديفايد 3 3 وديفايد 3 1، وهنا تطلع 1 اوفر 3. تبقى إجابة عندنا بين ال 1 وال 1 اوفر 3 اللي هي لتر A. السؤال اللي بعد كده بيقول لي الفانكشن y equal sin باي اوفر 4 بلس x، قال لي ليها ماكسيموم فاليو. طبعا هي بتكون ليها ماكسيموم فاليو لما ال x equal كام. طبعا الساين اكبر رقم من الساين اللي هو يكون ب 1. طب ساين كام ب 1؟ ساين 90، يبقى لازم الرقم ده كله يبقى 90. انا عندي باي اوفر 4 اللي هي 180 اوفر 4 45. طب 45 وكام يبقى 90، يبقى 45 زيها، وال 45 اللي هي باي اوفر 4، يبقى الاجابه لتر سي، لان انا لو شلت الاكس دي وحطيت باي اوفر 4 وباي اوفر 4 هتطلع ساين 91. لو جربت اي رقم من دول مش هيطلع اكبر من الباي اوفر 4 اللي هو ساين 90 ايكوالز 1. السؤال اللي بعد كده بيقول لي f of x equals sin bx، algebraic function والبريد بتاعتها 2 باي اوفر 3. انا عايز اجيب الفاليو بتاع البي. طبعا احنا عندنا ان ال fx ادي sin bx ودي البريد بتاعتها. احنا عارفين ان القانون البريود اللي هو اداني البريود اللي هو الاجابه equal 2 اوفر باي اوفر الابسوليوت بتاع البي. لو عملنا كروس مالتيبليكيشن هنا يبقى البي بتطلع بوزيتيف ونيجاتيف 3، او هنا في المساله دي ادانا في الاختيارات في 3، يبقى الاجابه لتر سي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي 2 بوينت اكس 1 وكوساين اكس 1 واكس 2 وكوساين اكس 2، دي موجود على الكيرف بتاع الكوساين فانكشن. عاوز اجيب جريتست فاليو لكوساين اكس 1 وماينس كوساين اكس 2. انا عايز اجيب الفاليو اكبر فاليو ليه اللي هي الايه الفاليو للاكسبريشن ده. اول حاجه انا هنا عندي دون، ادي من هنا اكس 1 وهنا كوساين اكس 1 وهنا اكس 2 كوساين، ده هنا الفاليو اللي هو كوساين اكس 1 وهنا كوساين اكس 2، وهنا الفاليو اللي هو بيطلع لفوق اللي هو يا اما ايه يا اما يطلع 1 او نيجاتيف 1 اللي هو الماكسيمم والمينيمم. فهنا في المساله دي علشان اجيب الجريتست، فلو حطيت ده ب 1 وحطيت ده ب 1 تبقى 1 ماينس 1 تطلع 0، لا دي مش جريتست، يبقى احط الكوساين اكس 1 ايكوال 1 وكوساين اكس 2 بنيجاتيف 1 علشان في الاخر تبقى الاولانيه تبقى 1 ماينس نيجاتيف 1، 1 ماينس ماينس تطلع في الاخر الفاليو بتاعتها الجريتست فاليو ايكوالز 2، يبقى الاجابه لتر بي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اف اوف اكس ايكوال اي كوساين بي اكس، وقال لي الاي ده رقم جريتر ذان 0 يعني الاي ده بوزيتيف، وقال لي بريدك فانكشن والبريد بتاعتها باي اوفر 2 والرينج من نيجاتيف 1 لغايه 1. طبعا احنا عندنا المفروض اللي هنا الرينج دون اللي هو الكوفيشنت بتاع الكوساين، يبقى هنا كده عرفت من هنا وهنا ان الاي اما نيجاتيف 1 يا اما بوزيتيف 1، وهو هنا قال لي الاي جريتر ذان 0، يبقى اول حاجه عرفت ان الاي دون ايكوالز 1. تاني حاجه البريود بجيبها ازاي؟ ادي قانون البريود بي اوفر 2 اوفر 2 باي اوفر 2 سوري اوفر 2 باي ابسوليوت البي،
طبعا هنا عندنا دي كوساين، فالكوساين دايما لو رقم نيجاتيف بتاكله، فهنا الابسوليوت ملوش اي لازمه، علشان اجيب البي تبقى 2 تايم 2 باي اوفر، يبقى 2 تايم 2 باي اوفر الباي، الباي تطير مع الباي، يبقى البي طلعت بكام؟ ب4. وعندنا الاي ب1 هو طالب الاي اوفر البي، يبقى الاي اوفر بي الاي ب1 والبي ب4، يبقى الاجابه تطلع لتر دي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي الاوبوزيت فيجر ريبريزنت الكيرف واي ايكوال ساين اكس، ادي هو رسم الكيرف مرسوم هنا، وعاوز يجيب ابسوليوت الاي وابسوليوت البي الاثنين بلس. طبعا هنا دين عندنا الباي ساين، طبعا الباي دي هنا ب1، يبقى هنا الباي اوفر 2 مع ال1، وهنا دين البي تبقى اللي هي 3 باي اوفر 2 مع نيجاتيف 1. هو عاوز يجيب ابسوليوت الاولاني ابسوليوت ال1 اللي هو 1 بلس ابسوليوت نيجاتيف 1 برضه ب1، يبقى هنا الفاليو بتاعتها تطلع بكام؟ 2 اللي هي لتر بي. سؤال نمبر 7 بيقول لي في الاوبوزيت فيجر ده الكيرف واي ايكوال 3 ساين هاف اكس، هو رسم خلاص، وقال لي الاكس كوردينيت اوف بي، انا عايز اعرف البي دين عند كام، تمام كده. طبعا هنا واضح ان انا عشان اجيب البي فهي تعتبر اللي هي البريد كلها اللي هي من الاول لغايه الاخر، ادي الهاف الكيرف وده الهاف التاني، يبقى انا عايز اجيب البريد كلها. وقانون البريود بقول 2 باي اوفر الكوفيشنت اوف الاكس او الثيتا اوفر الهاف، يعني كانها 2 باي ديفايدد هاف تبقى 2 باي ديفايدد هاف تبقى تايم 2 اوفر 1، في الاخر خالص تطلع الاجابه 4 باي، يبقى هنا عندي البي دي هتطلع 4 باي اللي هي لتر دي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي واي ايكوال ساين اكس، عاوز اجيب البي ماينس الاي، ادي البي وادي الاي، طبعا البي اللي هي البريد كلها، هنا الكوفيشنت 1 يبقى 2 باي اوفر 1، يبقى هنا من اول هنا لغايه هنا، يبقى البي هتطلع عند كام؟ هتطلع عند ال 2 باي. وطبعا هنا الاي داين الحته الثانيه نيجاتيف، طبعا هنا دي بوزيتيف باي، يبقى الناحيه الثانيه تبقى نيجاتيف باي، يبقى هو عاوز يجيب البي ماينس الاي، البي 2 باي ماينس الاي اللي هي النيجاتيف باي تبقى 2 باي ماينس ماينس باي، تطلع في الاخر 3 باي اللي هي لتر سي. اخر سؤال معانا بيقول لي ذا نمبر اوف انترسكشن للكيرف واي ايكوال 3 اكس مع الاكس اكسس. طبعا احنا عندنا هنا بيقول لي ان الواي ايكوال ساين 3 اكس، وعاوز اعرف انترسكت الاكس اكسس كم مره في الانترفال من 0 لغايه 2 باي. طبعا دي ان احنا لو رسمناها كده بتطلع كده لغايه 2 باي، فواضح ان هي كم مره، طبعا هنا 3 وهنا نيجاتيف 3، فكم مرة مع الاكس اكسس؟ ادي مرة 2 3، وبعد كده اقول لكم القانون بتاعها، يبقى هنا انترسكت الاكس اكسس كم مرة؟ 3 تايمز، تمام كده. لو هي هي مع الكوساين كانت الكوساين هتبقى اقل منها ب1، لو رسمناها هتطلع اقل منها ب1، يبقى هنا الكوساين اللي واي ايكوال 3 ساين 3 اكس، ساين طبعا 3 اكس 4 اكس 5 اكس مش مشكلة، لكن في الانترفال من 0 ل 2 باي هتطلع كم مرة؟ هتطلع 3 تايمز.